هاي حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صار لي زمان ما صبحت عليكم، بس يعني صباح الخير بتوقيتي. اوكي، فا يس. وكمان حابه احكيكم انه بحبكم، اشتقت لكم كثير. ونزل فيديو جديد على قناه عمو امجد وفرح، ارفعوا الشاشه لفوق، فلوج كتير 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 حلو، ورحنا على مكان كتير بجنن، وانا كنت بالفلوج كمان. ارفع الشاشه لفوق وشوفوه. هلا والله حبايبي القلب، كيف الحال؟ شو الاخبار؟ يسعد مساكم يا رب. حبايبي مساكم. انتوا بتعرفوا لما ارجع برجع لاشي معين يبسطكم ويفش الغل تبعكم. لازم ان شاء الله الايام هاي في قنبله راح تفقع بالسوشيال ميديا كلها. المهم ما علينا حبايبي، زي ما انتم شايفين صار لي شهر ونص مستمر بالجيم، والحمد لله رب العالمين الامور تمام. فاليوم حكيت واتفقت مع الكابتن انه اخرب في الدايت. اخرب لك اياه وشو بصير كابتن؟ فدورت على مطاعم، واحمد اخوي القاضي نصحني في مطاعم الاكل، فاجينا على مطعم الاكل، وسبحان الله الصدفه. مين الصدفه حبايبي؟ احلى صدفه يعني انسوا. شوفوا حبايبي، صاحب مطعم الاكل حبيبي القلب كان متواجد بالمطعم وطلع بيعرفني، فحكى لي راح انزل لك اكل على زوجي. فهذا هو كان الزوج تبع يحيى. شوفوا حبايبي، يعني يا ريت كل الناس زي زوجه. شوفوا حبايبي، شوفوا 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 شوفوا، رح نخرب الدات ورح نخرب كل شيء اليوم. هلا والله جاهز سامي؟ جاهز. جاهز غالي؟ جاهز احمد؟ دائما جاهز كل ودائما. فحبايبي خلينا نخرب الدايت ونخرب كل شيء، وبعطيكم رأي بالاكل بعد ما نخلص. شوفوا حبايبي زي اللي داخل على عملية. شوف شوف لسه الدعم قاعد بيجي. شوفوا يا حبايبي جديد. شو اسم هاي يحيى؟ هاي ميجا تشيكن. وشو هاد؟ الله يسعد قلبك يا زلمة، انت مش طبيعي حبايبي. مش قادر. اذا عجبنا الاكل يحيى راح نفجر المطعم لعيونك، وخصم لمتابعين وحبايب قلبي. بس اهم شيء انا بدي احكي لك يا اخر كلمتين من قلبي، انه ما تحاسبنا لما نخلص. صح. انا شرفت يعني حبيب قلبي. هلبس الجلف زين، اهم شيء الحساب. انتوا حبايبي ده الاكل زاكي، بوعدكم يعمل لكم عرض كثير بجنن لكم، عرض بجنن لمتابعينه حبايب قلبي. يما قولك اقلبي، قولك اقلبي، قولك اقلبها. غريبه. صباح الخير. شوفوا شوفوا هيك هيك اللي قاعد بصير حاليا. صح صح، انا بحكي قوم اهرب، راح تاكلنا احنا، راح تاكلنا واحد اثنين ثلاثه، راح نتاكل احنا. سلام. ما ضل شيء، ما ضل شيء على فكره، ما خليت لنا شيء ناكل. انت لسه بتدوق؟ جرب هيك بتدوق بتقرب. هاي ويلك، هاي انا بدي اخذها. لا لا خلاص خلاص، هاي تاعتك، انت اكلتها. سامي ليش صافن؟ مش قادر. انا شايف يعني عملية انتحارية قاعدة بتصير. عملية مش انتحارية، عملية اجرامية. انا بدي اروح. مش بتذوق، انا بدي اروح. ده راسه ناقص مني ايد. كم من اصبع راحوا من عندي؟ فكرهم اصابع بطاطا. اعطيني رايه، انا استعطي رايه. عامل دايت. فيش داعي يعطي رايه، انت اللي صاير هان فيش داعي يعطي رايه. عامل دايت، كل هذا وعامل دايت. عوافي. خلينا نخلص، خلينا نركز. شو بدك تخلص؟ ما ضل شيء، بدك تخلص. شو هذا؟ حرام نعمة الله. يلا الف صحة وعافية. هسا شوف رح يصير لاخر الاكل. انت خليك صافي. كيف الحال؟ شو الاخبار؟ صحيح ما اكلت كثير بس بمزح. بمزح والله. حبايب والله العظيم جد الاكل كثير فخم، يسعد قلبك يا غالي، مش مجامل بس الاكل يعني ما شاء الله. حبايبي من بعد ما اكلت من مطعم الاكل اكست على كثير مطاعم في عمان، بصراحه الاكل كثير قوي، كثير 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 قوي. وغيرك حبايبي بدي احكي رساله لبعض الناس اللي بتفكر انه هذا اعلان وانا عملته فكره وزي هيك، انه انا عامل اعلان. لا والله العظيم مش عامل ولا اي اعلان ولا ماخذ اي فلس هذا الاعلان. لو اعلان بحكي لكم، ما بس هاي رزق توات شغلي. بس سبحان الله كيف الاجى صدفه بصدفه. فحبايب زي ما انتم شفتوا الاكل، في كمان هون اكل صحي، في كثير شغلات حلوه مرتبه في المطعم.
هسه راح احط لكم صفحه المطعم يا بعد قلبي. اي حدا بيتابع هذا الستوري حبايبي القلب، هاي صفحه المطعم بدنا نعمل فيها تفجير. الصفحه انا راح اكون ماسكها، راح اشوف هسه بالتليفون بدي تفجير انا والله.